بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريم لتسمين الساقين، كريم الحلبة وعرق السوس لتسمين الساقين. مكوناته عبارة عن ملعقة طعام كبيرة من حبوب الحلبة تكون مطحونة ناعم. إذا حبيتي الحلبة تروح رائحتها، حمصيها على نار هادئة مع القليل من ماء الورد مثل ما عملت في الفيديو السابق، ثم اطحنيها بهذا الشكل ناعم جدا وغربليها أو نخليها، وخذي ملعقة طعام كبيرة من الحلبة المطحونة ناعم. نحتاج لملعقة طعام كذلك نفس المقياس من الدقيق الأبيض أو الطحين الأبيض، الدقيق الأبيض أو الطحين الأبيض أو الفرينة. ونحتاج كذلك لملعقة كبيرة من بودرة العرق السوس، هذا هو العرق السوس، بودرة العرق السوس تكون مطحونة ناعم ومنخولة. ونحتاج لكوب ماء، كوب من الماء العادي، نحتاج إلى كوب. نخلط كل هذه المكونات الجافة، الحلبة المطحونة والدقيق الأبيض والعرق السوس، على كوب الماء وهو بارد، ثم حطيه على نار هادئة مع التقليب المستمر على نار هادئة مثل ما تعودنا نعمل الكريمات مع التقليب المستمر حتى نتحصل على هذه الكريمة، كريم الحلبة، كريم الحلبة. ضعيها على ساقيك وتكون نظيفة، ساقيك تكون نظيفة. حطي الكريم واتركيه لمدة 4 إلى 5 ساعات. هذا الكريم مدته طويلة، الخاص بتسمين الساقين، تتركيه من 4 إلى 5 ساعات في الصباح، وتكرري نفس العملية في المساء 4 أو 5 ساعات، وراح تلاحظي النتيجة من الأسبوع الأول، راح تلاحظي نتيجة مدهشة بسبب أن الحلبة والعرق السوس ممتازين في التسمين. يمكنك إضافة زيت السمسم أو زيت الحمص للحصول على نتيجة سريعة، أي بسرعة. مثلا لبعض العرائس طلبوا مني الوصفة وتكون النتيجة سريعة، أضيفي زيت الحمص وزيت السمسم لهذا الكريم والنتيجة فعالة. يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم بعد ما يبرد، لا تحطي عليه غطاء وهو لسه ساخن. الكريم عندي هنا مازال ساخن، شوفوا مازال ساخن، لا تحطي عليه أي غطاء لأنه يفسد ويتعفن معك. اتركيه يبرد نهائيا، ثم حطيه في علبة وضعيه في الثلاجة واستخدميه بشكل يومي. إذا حصل والكريم نشف معك، سخنيه فوق النار مع إضافة القليل من الماء ويرجع لسماكته الطبيعية، لكن حذاري أن تعملي عليه غطاء وهو ما زال ساخن، لأن البخار يرجع قطرات الماء ويتعفن الكريم معك. هذا الكريم صالح لجميع أنواع البشرة. وبالأخير أتمنى الاشتراك معي وفي قنواتي الثانية لدعمي على الاستمرار. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.